السلام عليكم، معنا كتاب جديد جميل ومسلي في وقت الحظر وأجازة الصيف. كتاب معمول عشان اتنين يلعبوا بيه، سواء اخوات او اباء وابناء. اسمحولي اني اتكلم في الفيديو ده علشان اشرح طريقة اللعب بالكتاب، واتمنى الكتاب يعجبكم. لعبة كونكت فور او وسط الاربعة. هدف اللعبة تكوين صف أو عمود أو خط مائل مكون من 4 دوائر من نفس اللون. كل لاعب في دوره يضع دائرة واحدة في مكان فارغ، بشرط أن يكون أسفل هذه الدائرة أو هذا المكان الفارغ دائرة أخرى. فور أن يستطيع أحد اللاعبين توصيل 4 دوائر بخط أفقي أو رأسي أو مائل، يعتبر هو الفائز وتنتهي اللعبة، ويزيل اللاعبون الدوائر كلها إذا أرادوا اللعب مرة أخرى. لعبة شجرة التفاح. يأتي مع هذه اللعبة حجر نار. الفائز في هذه اللعبة هو اللاعب الذي يجني أكبر عدد من ثمار التفاح. كل لاعب في دوره يستخدم حجر النار، والرقم الذي يظهر له يبحث عن ثمرة تفاح لها نفس الرقم ويضع عليها دائرته. إن لم يجد اللاعب ثمرة تفاح بنفس الرقم، لا يضع دائرة فوق أي ثمرة. بعد انتهاء كل ثمرات التفاح، يعد اللاعبون عدد الدوائر من كل لون، وصاحب العدد الأكبر هو الفائز. لعبة الذاكرة. كل لاعب في دوره يكشف بطاقتين، واحدة من كل صفحة، فإذا كانت البطاقتان متماثلتين يفوز بهما ويخرجهما من اللعب، وإذا كانتا غير متماثلتين يعيد إخفاءهما، والفائز هو من يجمع أكبر عدد من البطاقات. لعبة XO أو في هذه الحالة لعبة السيارة الفراشة. الهدف تكوين صف أو عمود أو خط مائل من 3 عناصر من نفس الشكل. كل لاعب في دوره يضع السيارة أو الفراشة في مربع فارغ، ولا يجوز تحريكه بعد وضعه. تساعد هذه اللعبة على التركيز وتكوين الاستراتيجيات المختلفة للفوز. يمكن في نفس الصفحة اللعب بطريقة أخرى. كل لاعب له 3 أشكال فقط، وكل لاعب في دوره يقوم بإدخال السيارة أو الفراشة في مكان فارغ حتى يتم إدخال 6 أشكال. عندها يستطيع اللاعبون تحريك العناصر بين المربعات حتى يستطيع أحد اللاعبين تكوين صف أو عمود أو قطر من نفس الشكل. لعبة النقاط والمربعات. يقوم كل لاعب بعمل خط يصل بين النقطتين، فإذا كان هذا الخط هو الخط الذي يغلق مربعا، يكتب هذا اللاعب حرف أو علامة خاصة به في المربع. وعند الانتهاء من جميع النقاط، يعد كل لاعب الحرف أو العلامة الخاصة به، وصاحب العدد الأكبر هو الفائز. الذكاء هنا في تجنب إعطاء فرصة للخصم لعمل آخر ضلع في المربع. في نفس الصفحة لعبة النقاط والمثلثات. في هذه الحالة، صاحب الخط الذي يقفل مثلثا يكتب علامته داخل المثلث.